اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده من برنامجنا الشهير اكله ام. اكله ام النهارده ببساطه وسهوله هنعمل اكلات بسيطه، ولكن عايزك تخش المطبخ وتحط في الاعتبار ان الماتيريال بتاعك في متناول الجميع. معانا بتنجان النهارده، هنعمل طبق فته جميل جدا بالبتنجان واللحمه المفرومه. دي مدرسه، الطبق دي في كل حاجه، في البتنجان بروتين والياف لطيفه، في طحينه، في زبادي، في لحمه مفرومه، يعني مكونات الطبق عيش مقرمش او محمص، مكونات الطبق تغنيك عن اي حاجه في السفره، ولكن لازم يكون موجود طبق سلطه. معانا لحم النهارده ممكن نعمله شيش كباب او كباب حله، الاثنين واحد مع بعض. الكباب الحله اللي هو بيتعمل في حله، والشيش كباب بيتعمل في الاسياخ. معانا فراوله، هنعمل مافن الفراوله النهارده عشان اطفالنا الحلوين بيحبوا الفراوله. الفراوله انا من الناس لما اجي اكلها يحط عليها سكر يا عسل، ما اقدرش اكلها لوحدها، شويه حموضه. في البعض بياكلها، انا احب دايما اكلها جوه الكيكه، جوه الكب كيك، جوه المافن، بيبقى طعمها حلو، بتاخد قرفه، بتاخد فانيليا. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. عدل السفره بتاعتي دي شويه رز بالزعفران، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. عدل الشيش كباب بتاعنا او الفته بتاعتنا يتطلب جنبها شويه رز. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، وكمان ببساطه بمقادير قليله وبتكلفه قليله تخش المطبخ تعملي اكل بفكر تاني. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل عمل مافن الفراولة بمدرسة تانية. أنا معايا عود نعناع أخضر حلو كده، على ما نشوف مع بعض مقادير المافن على الشاشة. فراولة، دي بيكن باودر، بيض، سكر، حليب، زيت. المقادير على بالكوب على الشاشة. أقول تاني المقادير لحضراتكم ونكتبها ورا بعض. كوبايتين من الدقيق أو ثلاث كوبايات حسب حجم المافن اللي هنعمله. معانا ثلاث بيضات، معانا نص كوب من السكر، معانا فانيليا، معانا بيكنج باودر، معانا فراوله، معانا ورقتين نعناع اخضر زي الفل، ومعانا قوالب الكب كيك الجميله الحلوه، شكرا يا درش. كل دول مع بعض، ومعلقه خل ابيض في الماديه. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. مهم جدا وانا بعمل المافن احط في الاعتبار ان المافن ده حاجه قريبه وبنت عم الكب كيك، ولكن بتبقى فيها الفواكه كتيره وبتبقى في تركيز شويه في الفواكه، سواء بنعمله بالتوت او بالبلوبري او بالتفاح. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. اول حاجه معايا نعناع اخضر، ودي حاجه جديده. باخد الثلاث بيضات الحلوين دول، البيض يطلع من الثلاجه قبل التشغيل ب 10 دقائق او ب 15 دقيقه في ايام الشتاء بالذات عشان يبقى معانا بالشكل ده كده حلو قوي. بنحط على البيض ده يا شيف بوغازي علشان يتخفق بسرعه. بنحط السكر، حلو قوي. بيسالني المخرج انت حاطط نعناع ليه؟ هو انت بتخترع وخلاص؟ طب ما تظبط تشوف النعناع ده هيعمل ايه في الاخر. انا معايا فراوله، يا سلام لو بتعملي السموز الفراوله وتحط ورقتين نعناع مع السموز بتاع الفراوله، موضوع تاني زي ما انا بعمل كده. ده بيض. انا بس هنا بقول لك ان المطبخ ده ما هوش لا قانون ولا دستور ولا له قاعده، حب. معاكي مفاتيح السعاده في جيبك، مفاتيح السعاده الزوجيه والعائليه والترابط الاسري بتيجي من اكله، والكلمه الحلوه بتيجي من اكله. تسلم ايدك يا حبيبتي، تسلم ايدك يا ماما، تسلم ايدك يا حماتي، وهكذا. معانا البيض، معانا السكر، معانا نعناع اخضر بالشكل ده كده. حلوه، شايف القوام ده كده اهو. ده بيض، ثلاث بيضات عليهم كوب من السكر تقريبا، والورق النعناع الاخضر ده معانا، الفانيليا الطبيعي علشان زفاره البيض، بننزل بقى هنا كده زي الفل. معانا من الزيت نص كوب من الزيت، بالعيار كده زي الفل، وخلي ايدك عيار يا ست الكل.
يعني كده فلة. تمام، معانا معلقة خل أبيض بنحطها. بسم الله، بس خلاص. ونقلب دول كلهم مع بعض. لازمة الخل الأبيض إيه يا شيف؟ بيخلي لك المافن طري. ده المواد السائلة مع بعضيها. حلوة. معانا في المقادير سائل اللي هو الحليب، أو تحط مية اختياري. حطيت حليب بقت الدسامة كويسة والدسامة مركزة في المافن، حطيت مية قللت الدسامة شوية، وهكذا. نشوف المواد الجافة مع بعض، الدقيق والبيكنج باودر أهو مع بعض. أدي الدقيق بتاعنا، نوسع الدنيا كده زي الفل. نحط البيكنج باودر على الدقيق كده. دايما لما تستخدمي البيكنج باودر اعملي عملية تيست او تشيكي عليه، يعني البيكنج باودر ما يكون عندك في الادراج بتاعة المطبخ بقاله فترة طويلة، بدل ما تخسري الفراولة وتخسر البيض وتخسر السكر وبقية المقادير. الطبيعي انك تحط على البيكنج باودر ده شوية مية، فار معاكي في امان وسلام، هيشتغل معانا. ما فارش اعرف ان هو فيه رطوبة، مش لازم تاريخ الصلاحية بساري، انت حطاه في مكان فيه رطوبة مكشوف وهكذا. وبعدين حطيت البيكنج باودر على الدقيق، استخدميه على طول ما تسيبوش فترة طويلة. بالشكل ده كده. سوري، حطيت البيكنج باودر على الدقيق وحطيت السوائل على المواد الجافة، لازم تحطها جوه الفرن. ما يتسابش بره كتير. اتأكدت من تقليب البيكنج باودر للدقيق، وعندي الزيت مع البيض مع السكر، قلبناهم مع بعض. هنحط الحليب بتاعنا، شوية حليب بعيار الكوباية، تقريبا كوباية. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل، ونقلبهم مع بعض. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بناخد المواد دي كده وننزل نقلبها كده بالراحة، مش بالمضرب بقى. وهنحتفظ بشوية دقيق من دول، نقلب كده. حلو قوي. هتحتاج تاني يا شيف؟ تحتاج شويه كمان مع بعض. انا عايز دول، هنقول لحضراتكم انا عايزهم ليه، ونشيل المضرب ده ملوش عزم. واللي مش بياكل الفراوله هياكلها من النهارده، سواء مع المافن، سواء زي الشيف ما بيحبها يحط عليها شويه سكر كده وتبقى لطيفه وجميله. اعملي حسابك ان الفراوله فيها سوائل، فالعيار بتاع المافن لازم يكون الدقيق كده له قوام، ما يكونش خفيف، خلي بالك. شفت المقام ده؟ شايف الخضار هنا يا شفيق؟ شايف ورق النعناع الاخضر عامل عمايله هنا ازاي؟ التفاصيل هنا اهو. التفاصيل في الطاسه. حلوه. نخلي دول كده على جنب. ونشوف مع بعض الفراوله هنعمل فيها ايه، واحنا شغالين واحده واحده. سكينه صغيره كده. لطيفه وجميله. دايما احتفظ عندك بسكاكين صغيره لتقطيع الفواكه. ناخد شويه الدقيق اللي معانا دول كده ونقطع عليهم الفراوله بتاعتنا. نعم يا حبيب قلبي، نعم يا حبيبي، نعم. بقولي ليه حطيت دقيق على الفراوله؟ انا شايف توقعت انك تحط سكر. ما زي ما انت مخرج شاطر، انا كمان شيف شاطر. ان انا اغلف الفواكه الطازة أو الفواكه المجففة بكفر من الدقيق قبل ما أحطها في المزيج ده كده، بضمن إن الفواكه تغوص بداخل المافن أو بداخل الكب كيك أو بداخل الكيكة اللي بعملها، يعني ما تطلعش على الوش. شوية الفواكه دول كده بالشكل ده كده. ممكن نعمل ده بالتفاح، ممكن نعمله بالتفاح، ممكن نعمله بالموز، ممكن نعمله بالموز، ممكن نعمل ده بفواكه مشكلة، ممكن نعمله فواكه مشكلة بالشكل ده كده.
زي الفل. كمية فراولة على حسب استخدامنا، احنا معانا كتير يعني مفيش مشكلة، ممكن بقية الفراولة دي نجهزها ونحضرها ونعملها زي فروت سلطة كده أو سموزي ونقدمها مع المافن بتاعنا، مفيش مشكلة. والفراولة دلوقتي الموسم بتاعها حكاية. كفاية دول زي الفل، نقلبهم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شوية الدقيق عندنا قرفة، ونحط شوية قرفة، وبقينا عملنا حلو مختلف. رحت على محل حلويات مش هتلاقي الحاجات ديت. قرفة ناعمة اهي، القرفة مع الفراولة حكاية، وده يعتبر حلو شتوي يعني، قرفة وفراولة كده. انا غلفت الفراولة بالدقيق. تمام، نبدأ نعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ نوزع مقادير المافن على الكب كيك، ونشيل ده من هنا كده ونجيب ده هنا كده، اللهم صل على النبي، ونبدأ نشتغل مع بعض. بولة فيها قليل من الحليب، ومعلقة معانا، ويبقى انت كده دخلت المطبخ بشطارتك وبشقاوتك قدرت تعملي ايه؟ حاجه جديده. حلو، نفس القصه. كده نفس القصه. نفس القصة. ليه بتحط المعلقة في الحليب؟ عشان الخليط ما يمسكش فيها، يبقى بالشكل ده كده. لازم حليب يا شيف؟ يعني الحليب علشان تبقى الطعم هنا ما يفصلش معايا. يا حليب يا زيت. زي الفل، كمل واحدة. ممكن ننزل بدي كده كمان واحدة. معانا الصورة حلوة كده، كمان واحدة. ممكن نعمل قالب كبير على فكرة. يعني ايه يا شيف؟ يعني لو عايزة تعملي قالب صغير او قالب كبير بالشكل ده كده. معرفش النوعية اللي جايبينها دي فيها ورقة سلفر وورقة زبدة، الاتنين مع بعض. حلو بالشكل ده كده. حلو، يا نعم. لا زي الفل، احنا مع بعض اهو، احنا مع بعض يا كبيرة. معانا الفراولة. حاضر يا فندم، نحط الفراولة دي كده بالشكل ده كده، كأنك بتعملها بالتوت. فراولة هنا كده، وترص الفواكه عليها، سواء فراولة سواء تفاح بالشكل ده كده. ممكن تعملها بالتوت على فكرة، ممكن تعملها بالبلوبري. حلو قوي، زي الفل. نعمل حاجة تانية لطيفة كمان بنفس الكمية دي، بنحط كده من الخلطة دي فوق كده شوية، نفس الموضوع اهو، نفس القصة. شوية حليب، ودخلت المطبخ بتاعي بمقادير في متناول الجميع، عملت حاجة جديدة لأولادي. لو رحت على محل حلويات من المشهورين أو مش المشهورين، أيا كان محل حلويات، مش هتلاقي الحلو ده عنده خالص في الباترينا، هتلاقيه عندك أنتوا بس. بغطي الفراولة اللي أنا حطيتها دي بقليل كده من الخليط بتاعي.
انا عجبني قوي على فكره ورقتين النعناع اللي حطيتهم، ما كانوش على البال ولا في المقرر ولا موجوده في البادير، بس مخرجنا قال لي انا عايز استعرض الحاجات الحلوه اللي على الكاونتر، فلقيت النعناع ورايا، فعلى طول شغلت راسي معاه في ان انا استخدمه في المافن بتاعي. شفت الفكره جت منين؟ مجرد ان انا بصيت على الحاجه عملت حاجه حلوه. درجه حراره الفرن عندي 180، دي مكانها فين في الفرن؟ زي ما هي كده، اه بالشكل ده كده، هزه الحلوه دي كده، اه يلا. اللهم صل على النبي. مافن بالفراوله بتكنيك عالي بنفس الطريقه، الفراوله بتاعتي بضمن ان هي جوه المافن بتاعي، شايفين المقادير؟ في قوالب اكبر من كده حسب اللي موجود في السوق، وفي قوالب صغيره الاطفال بيحبوها. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، بعد الفاصل معايا بتنجان انا بسميها اللحمه اللي هي بالشكل اللطيف، وانا بعشق البتنجان بكل اشكاله بكل الاطعمه بتاعته، هعمله فتره النهارده مع لحمه مفرومه، ومعايا كمان شيش هنعمله مع بعض، سواء نعمله شيش كباب او شيش طاووق او ان احنا نعمله كباب حله زي ما نشوف نعمله مع بعض ازاي، ونتكلم عن حته اللحمه اللي ممكن نشويها بطريقه بسيطه وسهله. مش عايز اطول حضراتكم، خلينا نطلع فاصل صغير او تروحوا بيت تابعونا. اللي انت كنت عايز تقطع عليها وتقول لي نقطع، بص قدامي، بص صلى على الحبيب بالله عليك، العب يا سمك، اهو اهو اهو، على عينك يا تجر، على عينك يا تجر. شفت النعناع الاخضر عامل ايه؟ شفتوا الكلام ده قبل كده؟ مافن جواه نعناع اخضر يا زيزو، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ قال لك ايه، نطلع فاصل عشان بتظبطه. ايه يا شفيق؟ سنه اولى حب، حلو، نقفل الفرن، هو ده، ونهدي الفرن. اللهم صل على النبي. ده جاهز، نطلعه على كده زي الفل. درجة حرارة الفرن عندي 180، تم تسويت الشيش، تم تسويت المافن بتاعنا. نطلعه من النار عشان الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. يلا يا مخرجنا يا جميل، اللهم صل على النبي. حلوة أوي. قفلنا الفرن عشان محتاجين له تاني، ونبدا نقطع الخضار ده مع بعض كده. الحب الحب الحب، تخش المطبخ تعملي كل حاجه بحب، يعني رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.